ألعاب وسخة سممت عقول الأطفال. انتبهوا من هالألعاب على إخواتكم الصغار أو على أولادكم. يعني على سبيل المثال لعبة جي تي اي 5، أخوك الصغير لما يلعب اللعبة ويجي واحد أونلاين يعمل له حركة، أخوك الصغير راح يتعلمها. على سبيل المثال كمان بلعبة The Last of Us في شخصية ملونة، ألوان ألوان. كتير العاب صارت عم تنشر افكار بشغلات هيك بسيطه، بلقطات صغيره باللعبه. ونفس الشيء طبعا مع افلام الكرتون، راقب اخوك الصغير شو عم يتفرج افلام كرتون، خلي اهلك يراقبوه، خلي حدا يعمل شيء. يا زلمه شو بك يا زلمه، يعني عم بدي لكم كمان انه بافلام الكرتون سبونج بوب صار ملون. شركه نيكلوديون حكوا هالشيء على تويتر ونزلوا صوره لسبونج بوب. اكتبوا لي رايكم بالموضوع تحت بالتعليقات، واكتبوا لي رح تراقبوا اخواتكم الصغار ولا رح تسحبوا على كلامي. بس تكون جو حوش، بيس.